بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أحببت أن نتحدث اليوم شيئا من علم فيزياء الذرة. العلماء قاموا بتجارب كثيرة، وكل يوم يقومون بتجارب الحقيقة، ولكن من التجارب المهمة أن العلماء أثبتوا مؤخرا أن كل شيء في المادة له شيء مضاد له، يعني الشيء ونظيره أو ضده موجود في الكون. أثبتوا ذلك. طبعا الكون مما يتألف؟ يتألف من ذرات، والذرات تتألف من جسيمات أولية، الإلكترون والبروتون وكذا. وجدوا أن مثلا الإلكترون له نظير، البروتون أيضا له نظير، النيوترون الكذا الكذا. كل جسم في هذا الكون مهما كان صغيرا لابد أن يكون له، لا نقول نظير، إنما مضاد معاكس له. لذلك على المستوى الكوني هناك المادة والمادة المضادة أو المادة المظلمة، تسمى المظلمة ولا ترى الحقيقة، لم يستطع العلماء رؤيتها. طيب هذا الأمر ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن هناك قاعدة ثابتة في الكون. كل الموجودات من الماء إلى النبات إلى الحيوانات إلى الكائنات إلى النجوم المجرات، كل شيء يخضع لهذه القاعدة، وهي قاعدة الأزواج. الأزواج، لذلك الله تبارك وتعالى يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. زوجين يعني الشيء وضده. هذه القاعدة أيها الأحبة إذا نظرنا إليها من ناحية علم الذرة سنجد أنها بالفعل تنطبق على كل شيء، لأن كل شيء في الكون مكون من ذرات، وبالتالي هذا الأمر ينطبق على كل ذرات الكون، وبالتالي ينطبق على الكون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طبعا هنا أحب أن أجيب عن شبهة طرحها أحد الملحدين. قالوا هناك مثلا نباتات ذاتية التكاثر، ليس فيها ذكر وأنثى. هناك حيوانات أو بعض الكائنات التي تعيش مثلا في البحار، وكائنات تتكاثر بطريقة ذاتية، يعني البكتيريا مثلا، البكتيريا ليس فيها ذكر وأنثى، تتكاثر بطريقة ذاتية، طريقة الانقسام. طيب هنا إذن الآية فيها خطأ علمي، وبالتالي بما أن الإله لا يمكن أن يخطئ فهذا يعني أن هذه الآية من قول محمد صلى الله عليه وسلم وليس من قول الله. طيب بالله عليكم، الآية تتحدث عن الذكر والأنثى أم تتحدث عن الأزواج؟ خلونا منطقيين أيها الأحبة. أيها الملحد، إذا أردت أن تنتقد القرآن أولا اقرأ الآية جيدا قبل أن تنتقد. هذه الآية لا تقول ومن كل شيء خلقنا ذكر وأنثى، هذا الكلام غير صحيح. الذكر والأنثى موجود، والله أشار إليه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. إذن الذكر والأنثى هو أحد أنواع الأزواج. سأكرر أيها الأحبة، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ليس فيها ذكر وأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ليس فيها ذكر وأنثى. ولكن عندما قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أحد أنواع الأزواج الذكر والأنثى. ربما لا يشكل 1% في الكون، 1 بالمليار، الذكر والأنثى شيء بسيط، والآية لا تتحدث عن مذكر ومؤنث هنا. يعني ليس لدينا آية في القرآن تقول ومن كل شيء خلقنا ذكرا وأنثى مثلا، لا يوجد هذا الكلام. إنما الآية تقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. هنا طبعا أود أن أتحدث عن الصورة أيها الأحبة. هذه الصورة طبعا أثبتت وجود، طبعا هذه صورة رسم، يعني مرسومة رسم، لا نراها، لأن التجارب الذرية التي تحدث في المصادمات هذه السريعة جدا
تنتج طاقة كبيرة. يعني مثلا لو قمنا بمصادمة إلكترون مع نظيره أو مع زوجه، يعني الإلكترون سالب البوزيترون موجب، لو قمنا بصدم هذين الجسمين بسرعة هائلة تقترب من سرعة الضوء، فإنهما يفنيان ولكن يولدان طاقة هائلة. هذه آثار الطاقة. يعني هذا المشهد الذي نراه هذا مرسوم رسم بالكمبيوتر، أعيننا لا تستطيع أن ترى، ولكن لو قدر لأعيننا أن ترى تصادم هذه الأزواج مع بعضها، فسوف نرى هذه الطاقة تتدفق بهذا الشكل. إذن هنا إثبات مادي ملموس على أن الله خلق من كل شيء زوجين، المادة وضدها، المادة العادية والمادة المظلمة، ضد المادة إلكترون بوزيترون، جسيم مثلا موجود هناك ضده، وهكذا قاعدة عامة في الكون. أما موضوع الذكر والأنثى هو جزء من الأزواج، جزء من الأزواج، وبالتالي الآية من الناحية العلمية صحيحة ودقيقة، بالعكس والآية فيها إعجاز علمي. سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الآيات التي تتحدث عن الذكر والأنثى هي تتحدث بصفة هذا الذكر والأنثى أنها جزء من عالم الأزواج وليس كل شيء. لذلك أحبتي في الله لا تنخدعوا بالشبهات التي يثيرها المشككون والملحدون قبل أن تطلعوا على العلم أولا وعلى القرآن. اطلعوا على الحقيقة العلمية ثم اطلعوا على الآيات القرآنية، ولا بد أن تجدوا التطابق والتوافق الكامل بين العلم أو الكون وبين القرآن، لأن الكون هو خلق الله والقرآن هو كلام الله، ولا يمكن أن نجد تناقضا بين خلق الله وكلام الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.